لابد من الإشارة إن عيدكم هذا العام أصبح مميزا بما ظهرتم به من تماسك ووحدة من أجل رسالة الإصلاح لواقعنا التربوي، فقراركم بالإضراب يومي 17 و18 من شباط جاء ليكتب في صفحات التاريخ إن العراق لا خوف عليه. أتقدم بالتحية لإخواننا المعلمين والمعلمين تشمل الجنسية بهذه المناسبة، ونتمنى لهم والعملية التربوية في الحدبة وفي باقي مدن العراق كل التقدم. تحية حب للذين علمونا، تحية حب وتقدير واحترام للذين بفضلهم وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، فتحية لكم أيها المعلمون، وكل عام وأنتم بألف خير. هذه الاحتفالية تخللها العديد من الفعاليات التي تغنت بحب الوطن وإعطاء هيبة المعلم والتمجيد بهذه الشريحة التي ضحت في سبيل إيصال رسالتهم الإنسانية. نحن نتوسم خيرا بالحكومة المركزية وبانتظار وبارتقاب صدور قرارات من مجلس الوزراء تخص الكوادر التربوية. إن شاء الله سنزف البشرة قريبا، كوني أمثل 4 محافظات في هذه اللجنة المشكلة من قبل دولة رئيس الوزراء، نمثل محافظة نينوى وكركوك والأنبار وصلاح الدين. أوصلنا أصواتنا إلى الحكومة المركزية وبانتظار تحقيق هذه المطالب المشروعة. بهذه المناسبة نهنئ كافة كوادرنا التربوية في محافظة نينوى ونعاهدهم بأننا سنبقى المدافعين والمطالبين بحقوق هذه الشريحة التي لها دور واضح في إيصال الرسالة الإنسانية. كما أشكر بهذه المناسبة المحاضرين المجانيين، هذه الشريحة التي كان لها دور واضح في إنجاح العملية التربوية في نينوى. الآن احنا مع أساتذتنا المعلمين في نقابة المعلمين نهنيهم أيضا بعيد المعلم. المعلم إلى فضل كبير على كل المجتمع، هو اللي بنى الأجيال، ولذلك أكيد يعني إحنا نشاركهم بيومهم هذا بعيدهم، نقدم لهم التهاني، وتبقى هاماتنا تنحني إجلالا لكل معلم ومعلمة. اليوم تشرفنا بحضور دعوة نقابة المعلمين احتفاليتهم بذكرى عيد المعلم الأغار. هذه الذكرى عزيزة على قلوبنا لما يحمله المعلم حقيقة من فضل كبير، أيضا أن في ذاكرتنا لدوره الكبير في التعليم والتعليم التربية والتعليم، وأكيد هو دوره له تأثير بالمجتمع بالبناء والتطور، لأنه هو الأساس، وإذا كان الأساس صحيح يصح كل ما بعده. ابتداء نهنئهم بذكرى عيدهم هذا، وتمنى لهم التوفيق والنجاح باستمرار، وأكيد أجهزتكم الأمنية إن شاء الله تعاهدكم بأن تكون دائما يقظة وتبذل كل جهودها من أجل أمن واستقرار هذه المحافظة. اليوم عيد المعلم الأغر، عيدنا جميعا نحن كل شرائح المجتمع، لأنه لولا المعلم لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من تعلم، من درجات في الوظيفية، من اختصاصات مختلفة. بالتالي اليوم هو عيد الجميع، عيدنا جميعا، والمعلم هو أكبر رسالة لنا في هذا المجتمع. المعلم هو أساس المجتمع، ونحن اليوم قد نكون قد قصرنا في حق المعلمين وخاصة المحاضرين المجانين، ولكننا اليوم معهم ولم نبخل بقرار فيما من الممكن أن يصلوا إلى حقوقهم، ونطالب أيضا دائما وأبدا بأن المعلم يأخذ حقه في محافظة نينوى وفي كل العراق. وأيضا اليوم رفعنا شعار
يجب أن تأخذ نينوى استحقاقها في الكابينة الوزارية، وأتمنى من جميع معلمي محافظة نينوى أن يدعموا هذا الطلب، أن يدعموا هذا الاستحقاق، لأننا اليوم معلمونا وأسرتنا التربوية بإمكانهم أن يقودوا دولة وليست وزارة، بالتالي فإن استحقاقنا في الكابينة الوزارية وتمثيلنا كمحافظة نينوى يجب أن يحصل في إكمال الكابينة الوزارية في الحكومة الاتحادية. ناس سعيدة لا يسعني إلا أن أقدم التهاني والتبريكات للمعلم وأقول له كل عام وأنت بألف ألف خير. وحضرنا اليوم الاحتفالية التي أقامتها نقابة المعلمين مناسبة عيد المعلم، وأتمنى له الموفقية والتقدير للمعلمين وأن تحقق كافة المطالب التي كان يدعون إليها، وهي من حقوقهم وحقوق المعلم بأن يكون هناك الاهتمام الكامل بالمعلم من حيث السكن، من حيث الرواتب المدخرة. وهناك كثير من المعلمين لدينا لحد الآن لم تطلق لديهم التصاريح الأمنية، فنطلب من الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية الاهتمام بهذا هذه الشريحة، وهي الشريحة التي تعمل على تقدم المجتمع، فنعيد له كل عام وأنتم بألف ألف خير. المعلم يعني يستحق منا كل الإجلال والاحترام والتقدير. المعلم الذي قدم أغلى ما يملك وأفنى زهر شبابه في سبيل إعداد جيل محب للوطن ومضحي في سبيل الوطن. طبعا في هذا اليوم أيضا ساندت نقابة المعلمين وشاركت الاحتفال أعضاء من مجلس محافظة نينوى والسيد قائد عمليات نينوى، توافد إلى قاعة الاحتفال للتعبير عن دعمهم ومساندتهم للمعلمين في محافظة نينوى بصورة خاصة والعراقيين المعلمين العراقيين بصورة عامة. في هذه المناسبة يعني نعاهد إحنا كمعلمين بأن نكون الشموع التي تحترق في سبيل إعداد جيل مؤمن بالله سبحانه وتعالى وقادر على تقديم المزيد والتضحية في سبيل الوطن الغالي. وقيمة اليوم في نقابة المعلمين فرع نينوى احتفالية بمناسبة عيد المعلم، كل عام والمعلم العراقي والمعلمة العراقية بألف ألف خير. المعلم أساس المجتمع، به يتقدم المجتمع وبه تتقدم الشعوب. نتمنى الاهتمام بالمعلم، وكذلك نستنكر الاعتداءات الأخيرة التي طالت بعض الكادر التربوي في المدرسة. نتمنى تفعيل قانون حماية المعلم الذي يتضمن حماية المعلم أثناء الدوام الرسمي. كذلك نجدد عهدنا إلى أبنائنا التلاميذ وأخواننا الطلبة بأن نبقى لهم عون ونبقى لهم لنعطي المزيد من العطاء.